العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب، ورافق صدور المرسوم الملكي قرار آخر بقبول استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور وتكليف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة قبل نهاية هذا العام. دكتور مختار، هي الخبر ده أزعجنا جدا، لأنه إحنا كلنا بنعتقد أن الأردن هي الدولة العربية المستقرة. هل تعتقد أنه في تصعيد في الأردن، أن المعارضة يعني ستصعد بعد قرار حل البرلمان؟ شوف يا دينا، تلغرافيا المعارضة الأردنية هي معارضة قوية، وإلى حد كبير جدا سياسة الملك عبد الله وما قبله سياسة والده إلى حد كبير جدا أتاحت هذه الفرصة. مسألة إقالة حكومة ومجيء حكومة أخرى هي مش غريبة، ده أمر بسيط، لكن بسيط. حل مجلس، لكن حل البرلمان هو اللي عليه كثير جدا من علامات الاستفهام. ربما كانت المعارضة قوية أو النقد للذات الملكية أو كيفية إدارة الحكومة لسياساتها داخل الأردن كبيرة، وإلى حد كبير جدا إحنا نتمنى للأردن، وهي دولة شقيقة، مزيد من الاستقرار، وهي دولة مهمة جدا لنا في مصر. شركة